تخليدا لذكرى 64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتأت هذه الأخيرة في شخصية المدير العام باش تنظيم هذا الدوري اللي كان فيه مجموعة من المصالح الخارجية التابعة لولاية أمن الرباط. الدوري اللي عرف نجاح بالسهر ديال مجموعة من الأطر، وهذه مناسبة نشكر فيها السيد المدير العام والسيد ولي الأمن ولاية أمن الرباط وكل الساهرين على إنجاح الدوري من قريب أو بعيد. وهذه مناسبة كنهديو هذا الفوز للأمنيين تابع المنطقة الأمنية المنطقة الإقليمية للأمن الخميسات. وما علينا إلا الشكر للسيد المدير العام اللي يحيى هذه المناسبة الكروية اللي كتجمع مجموعة من الموظفين، وهذه فرصة للتواصل والتعارف وخلقت واحد الجو اللي هو تعارف أكثر من رياضي. باش كتجمع الرياضة والموظف كيتلاقى مع الصديق ديالو ربما لمدة ما تواصلش معاه، فهذه فرصة. وكنشكروا جميع الساهرين على إنجاح الدوري هذا. بهذه المناسبة فزنا بهذا الدوري هذا واللي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، وكنشكروا بهذه المناسبة المدير العام للأمن الوطني وجميع الأطر اللي شاركوا في تنظيم هذا الدوري هذا ولاية أمن الرباط. كذلك كنشكروا رئيس منطقة الأمن الخميسات بهذه المناسبة. في إطار العناية ديال السيد المدير العام للأمن الوطني بأسرة الأمن الوطني، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ولاية أمن الرباط سالا دوري لكرة القدم المصغرة. هذا الدوري اللي عرف المشاركة ديال مجموعة من الفرق أفرزت في النهاية على تأهل فريقين هما فريق قيادة الهيئة الحضارية وفريق المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات. وهذه المقابلة النهائية اللي عرفت الفوز الفريق ديال المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات ما هو إلا تشريف والعناية اللي ليها السيد المدير العام للأمن الوطني لأسرة الأمن. وبهذه المناسبة كنوجه الشكر للسيد المدير العام والسيد المدير العام للأمن الوطني والسيد ولي أمن الرباط سلا الخميسات تمارة، وكذلك رئيس المنطقة الإقليمية اللي حضر بهذه المناسبة وأصدر الفريق ديالنا إلى حدود النهاية السفارة الحكم. وبهذه المناسبة كنوجه الشكر لجميع الساهرين من الأطور ومن الناس اللي شاركوا في هذا التأطير ديال هذا الدوري هذا، وشكرا للجميع. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.